Hey guys, it's Rebecca. I'm back again with another reaction video. This one is the Duakunut. I don't know if I'm pronouncing that right. My friend sent me this video and said that I should watch it, react to it, and see how I feel. So I'll get straight into that, obviously. I'll insert the video. طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. How old is he? He seems so young. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
رحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا حبيب التوابين تب علينا اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين آمنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا معز أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وتوجنا بتاج عزتك يا عزيز يا الله وكف كف الظالمين عنا ولسواك رب لا تكلنا وبين يديك وعند خلقك لا تفضحنا يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. There's something about listening to the prayers that just, like, I had goosebumps throughout that whole thing. It's so soothing and it's so, I'm actually at a loss for words. I can't even, I'm meant to be reacting to this and I can't even, I'm just waiting for the shivers to go. It's so beautiful, so beautiful. I'm gonna go watch more. But yeah. Hope this video was entertaining. My issue I have is whenever I'm watching these kind of videos, I get so wrapped up listening to it that I've
I'm so invested in it that I don't want to be pausing it and talking, that I'm just, which is a good thing. It's a good thing. It's a beautiful thing. Just don't know how interesting that is for you to watch. But anyway, if you did enjoy this video, please give it a like, subscribe to me. I'm gonna keep doing this. I'm gonna keep watching things, reacting to things. I wanna keep learning, and I really appreciate everyone who commented on my last video with all the recommendations. I will get through, hopefully, all of them. And I really appreciate everyone's support, so thank you.